أهلا بكم في همساية. نشاهد في هذه الحلقة ملف التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني، حيث نناقش دوافع وأهداف النظام الإيراني من وراء رفع شعارات الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهل إيران ترغب فعلا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية؟ نتابع سويا. هدفي ليس تحرير العراق وسوريا فحسب، بل الوصول إلى القدس عن طريق حلب. ليست مجرد كلمات في أنشودة وطنية يسوقها الإعلام الإيراني هذه الأيام، رغم أنها وافية لمن يريد أن يفهم. إنها خارطة طريق وضعها النظام الإيراني وسار عليها للدخول إلى تلك البلدان دون استئذان أو احترام حرمتها، عن طريق دعم قضاياها المشروعة بالعلن فيما يعمل تحت الطاولة أو فوقها أيضا دون خجل لنشر أهدافه وتصدير ثورته الطائفية. فما فعله في العراق هو ما يقوم به في سوريا واليمن ولبنان. دخل تلك الدول فاحتل من خلال الميليشيات الموالية له قراراتها، وشتت شعبها، ونشر الطائفية بين أبنائها، حتى وصلوا حد الاقتتال فيما بينهم. وها هو اليوم يضع البوصلة على فلسطين، تلك الأرض التي تئن أصلا تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك يفعل النظام الإيراني في الشعب الفلسطيني ما لم يقدر على فعله إسرائيل. اللواء فيروز آبادي المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية يصرح بأن إيران أرسلت فيما سبق مستشارين إلى غزة وقامت بتدريب كوادرها. وكأنما سمع العالم هذا الكلام في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، أما النتيجة خراب تلك البلدان. فهل جاء الدور اليوم على فلسطين؟ إنها المتاجرة الرخيصة بعينها كما يقول البعض بقضايا الأمة الإسلامية. إيران فعلا لها علاقة حميمة مع الولايات المتحدة، وعلاقة من وراء الستار مع إسرائيل، ولن تضحي بهذه العلاقة من أجل فلسطين. وأكبر دليل أنه آخر خطاب في الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان خطاب خامنئي لم يتطرق مطلقا حتى لكلمة فلسطين ولو بالذكر. هذا إن دل على شيء يدل على الدور التآمر لإيران على القضية الفلسطينية ومحاولة أن تبقي الفصائل الفلسطينية هناك حالة فرقة وحالة نزاع، وألا تقرب الصف الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، بل تعمل على شق الصف الفلسطيني. وقد باتت مكشوفة ومستهلكة من قبل هذا النظام الذي طالما رفع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، بل بنى ثورته عليه. ولا تزال فضيحة إيران جيت تذكر العالم بأكذوبة ذلك النظام وازدواجيته، بل وهشاشة المبادئ التي خدع بها الشعب الإيراني حينما اكتشف أمر صفقات الأسلحة التي كانت في طريقها من أمريكا إلى إيران عن طريق إسرائيل في ثمانينيات القرن المنصرم. بل يرى آخرون أن تلك الشعارات ليست سوى مقدمة لبث سموم التفرقة بين الفصائل الفلسطينية، وهي أبعد ما تكون من تحرير الأقصى. ولمناقشة هذه القضية يسرنا أن ينضم معنا من رام الله الدكتور محمود الهباش قاضي القضاء ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية. كذلك ينضم معنا من رام الله المحلل السياسي المعروف الأستاذ جهاد حرب. أهلا بكم ضيفي الكريمين. ونبدأ معك يا دكتور الهباش، بداية كيف تنظر إلى التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني منذ ثورة 1979؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من حيث المبدأ نحن لسنا في خلاف مع الشعب الإيراني ولا مع أي شعب في المنطقة ولا مع أي دولة، ولا نسعى لأن نكون في خلاف أو في تناقض مع أحد. ثانيا نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مهما كان موقفنا منها ومهما كانت العلاقة بيننا وبينها. وفي نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية وفي إدارة أوضاعنا الداخلية تحت أي ذريعة من الذرائع وتحت أي مبرر من المبررات. عندما أو ربما قبل أن تقوم الثورة الإيرانية في نهاية السبعينات،
كانت العلاقة بين عدد كبير من القيادات الإيرانية المهجرة إلى خارج البلاد وبين قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، كانت علاقة جيدة، وكانت منظمة التحرير توفر الملاذ والدعم والإسناد لتلك القيادات الإيرانية التي كانت تعاني من حكم الشاه السابق. وبعد قيام الثورة كان الجميع يتوقع، وبالذات قيادات الثورة الفلسطينية، كانوا يتوقعون أن ترد إيران أو النظام الجديد في إيران، نعم، أن يرد الجميل بالمثل للثورة الفلسطينية التي احتضنته واحتضنت رموزه. نعم. وكثير منهم كانوا يتدربون في معسكرات الثورة الفلسطينية في لبنان إبان فترة السبعينيات، لكن مع شديد الأسف الذي حدث هو العكس. الذي حدث أن النظام الإيراني بدل أن يرد الجميل للثورة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بدأ يبحث عن عناوين أخرى وبوابات أخرى للولوج إلى الصف الفلسطيني وإلى الساحة الفلسطينية من بوابات مختلفة، أملا في أن يتاح له بذلك التدخل في صناعة القرار الفلسطيني وفي توجيه القرار الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى يعني نشوء بعض الخلافات داخل الصف الفلسطيني على هذه الخلفية التي حاولت أن تتدخل من خلالها إيران بنظامها الجديد في الشأن الفلسطيني الداخلي، الأمر الذي خلق بعض الإرباكات والتشويشات داخل الصف الفلسطيني، وربما قاد في نهاية المطاف إلى وقوع حالة الانقسام والانقلاب الذي وقع منذ ما يقارب 10 سنوات. نعم. أستاذ جهاد حرب، وأنت المحلل السياسي، تحدث ضيفنا الدكتور الهباش عن أن هناك بوابات أخرى تتدخل من خلالها إيران في الشأن الفلسطيني، هل يعني ذلك أن إيران لا تسعى إلى توافق فلسطيني فلسطيني وتحاول أن تتبع سياسة فرق تسد فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني تحديدا؟ يعني إيران قامت خلال السنوات الماضية بدعم اتجاه محدد في الشعب الفلسطيني، ولم تدعم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا شرعيا للفلسطينيين، ولا نجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يوحي أن إيران تدعم الشعب الفلسطيني، سواء من مدارس أو مؤسسات أو جامعات أو غيرها، إنما تقوم بدعم حركة حماس والجهاد الإسلامي خلال السنوات الماضية لتقويتها في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية. والقارئ لتاريخ العلاقة الفلسطينية الإيرانية يشهد أو يعلم تماما أن إيران قامت على زعزعة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية منذ انتصار الثورة الإيرانية في عام 79. تغيرت العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة أن الفلسطينيين قد دعموا العراق في حربهم، وكذلك دعموا العرب في الحرب العراقية الإيرانية، ومن ثم تغير الموقف. وشاهدنا في عام 83 كيف قامت سوريا أو النظام السوري بخلق انشقاق داخل حركة فتح لضرب منظمة التحرير الفلسطينية من خلال التحالف الإيراني السوري، وكان واضحا الدعم الإيراني لذلك. باعتقادي اليوم أن السياسات التي تنتهجها إيران هي محاولة لتغييب منظمة التحرير الفلسطينية ودعم اتجاهات هي قريبة منها، للحديث حول مكانة إيران في الأراضي الفلسطينية أو إيجاد موطئ قدم لها في الأراضي الفلسطينية تحت شعار أولوية القدس وتحرير القدس، و ما نشاهده من احتفالات أو مسيرات في إيران. نعم. هي محاولة زائفة لي. نعم تفضل. ما تقوم به إيران بشكل دائم هو لمنازعة منظمة التحرير في تمثيلها، وأيضا منح موطئ قدم لها من خلال أحزاب سياسية إسلاموية وهي على خلاف طائفي معها، لكنها تريد
أن تنصب نفسها أو تجد لها موطئ قدم في هذه الأراضي، ومن ثم التغيير فيما يتعلق بالسياسات أو باللقاء مع حركة حماس والجهاد الإسلامي إذا ما وضعت نفسها في مكان واضح في الأراضي الفلسطينية أو في مدينة القدس تحت شعار أولوية القدس وتحرير القدس. باعتقاد هذه السياسات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية هي في محاولة لمنازعة الأطراف العربية الإقليمية، وهذا جزء من الخلاف ما بين الدولة الإيرانية الصفوية وما بين العالم العربي الإسلامي السني في جزء منه، وأيضا في جزء آخر تتعلق بسياسة المحاور الإقليمية. من يهدد الأمن القومي العربي كانت إيران وتركيا وإسرائيل وأديس أبابا. اليوم تستمر إيران في هذه السياسة من خلال العامل الطائفي بعد أن كان شاه إيران. اليوم لدينا الولي الفقيه الذي يقوم بسياسات مشابهة، ولديه علاقات أيضا متسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهدنا في الأزمة الإيرانية الأمريكية حول المشروع النووي لم يكن هناك ضربا لإيران عسكريا في المقابل ما شاهدناه في العراق وما شاهدناه أيضا في سوريا. هناك ضرب ومحاولة لقتل الشعب العراقي والشعب السوري، وبالتالي واضح أن هناك علاقة ثنائية إيرانية أمريكية قوية في مواجهة أي مد قومي عربي وفي مواجهة الدول العربية الموجودة أو التي تحاول أن تكون لها مكانة في الوضع الإقليمي. ربما سينسحب ذلك على بعض الدول الأخرى، لكن على الأقل أن العداء العربي الصفوي أو الإيراني ما زال قائما، وأن السياسات التي تنتهجها إيران هي مبنية على علاقة للانتقام من السنة المسلمين السنة، وكذلك من أي وجود عربي قادر أن ينافس هذه الدولة الإقليمية في قوتها أو في مكانتها في الإقليم. نعم دكتور الهباش، المتتبع للتاريخ يجد أن إيران كانت ولا تزال تعارض أي مبادرة عربية لحل القضية الفلسطينية، وهي بذلك تتفق أيضا مع الجانب الإسرائيلي المحتل الأرض الفلسطينية في عدم قبول أي مبادرة عربية. قراءتكم لذلك وتعليقكم. يعني لا نستطيع أن نجد على مر تاريخ القضية الفلسطينية أي موقف إيجابي وأي موقف ذا شأن يمكن أن يكون له آثار إيجابية حقيقية على الملف الفلسطيني، لا على الصعيد السياسي ولا على حتى على الصعيد الاقتصادي. يعني حتى المساعدات الإنسانية ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن يكون الشعب الفلسطيني أو قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني في حاجة إليها لا تكاد تلمس ولا تكاد تشعر أو تسمع أن هناك دعم حتى إنساني لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين. على الصعيد الآخر، على الصعيد السياسي، كل ما نسمعه من الجانب الإيراني أو كل ما سمعناه سابقا هو فقط مجرد شعارات براقة رنانة كبيرة لا رصيد لها في الواقع، معارضة لأي تحرك عربي، معارضة. وأنا أتفق مع الأستاذ جهاد عندما قال بأنه هدف إيران هو أو كان هدف النظام الإيراني الجديد هو زعزعة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية التي هي البيت المعنوي للفلسطينيين، ولعلهم في هذا بالمناسبة يلتقون إلى حد كبير مع الهدف الإسرائيلي. الهدف الإسرائيلي كان منذ حقبة السبعينيات والثمانينيات وإلى اليوم هدفه الأساسي زعزعة تمثيل منظمة التحرير، زعزعة التفاف الجمهور أو محاولة زعزعة التفاف الجماهير الفلسطينية حول ممثلها الشرعي والوحيد وهو منظمة التحرير الفلسطينية. هذا الالتقاء في الأهداف السياسية مع الرصيد الصفري على الصعيد الإنساني والاقتصادي والدعم الميداني هو الذي ميز الموقف الإيراني مع الأسف الشديد. وأنا أقول هذا الكلام للأسف وبعيدا حتى عن التوصيفات الطائفية التي لا نريد أن ندخل فيها، وليست هي من شأننا ولا نحبها ولا ندعو إليها، ولكن مع الأسف الشديد هناك محاولات من جانب الدولة الإيرانية إما لتصدير
فكر طائفي معين أو تصدير طائفية سياسية حتى. صحيح. يعني تشيع يعني السياسي. نعم. الطائفية المذهبية إنما أيضا الطائفية السياسية. نعم نعم دكتور هباش. أعود لك يا دكتور جهاد. دكتور جهاد، أنت تحدثت عن قضية الشعارات، البعض يقول أن إيران، انظروا إلى إيران أنها ترفع تقيم مسيرات وترفع ما يسمى بيوم القدس وتقيم مظاهرات في كل إيران، كيف تعلق على ذلك؟ كيف ترد على من ينظر من هذا الجانب على أنه دعم للقضية الفلسطينية؟ بكل تأكيد القضية الفلسطينية تحتاج إلى فعل، إلى مساندة الفلسطينيين وليس شعارات عديمة المعنى أو بمعنى آخر ليس لها ثقل على مستوى الأرض على في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني كما قلت قبل قليل لم نجد مدرسة مولتها إيران، لم نجد فئات اجتماعية مولتها إيران، لم نجد مؤسسة تعليمية أكاديمية أو مستشفى أو إلى غيره من المؤسسات التي يمكن أن تساعد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وتثبيت صمودهم في الأراضي الفلسطينية، إنما نجد دعما لأطرافا فلسطينية لمنافسة منظمة التحرير الفلسطينية على تمثيلها للشعب الفلسطيني، وأيضا تحت شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عسكريا تفقد الفلسطينيين القدرة على تمرير أو تقديم مشروعهم السياسي أمام المجتمع الدولي، وتساعد إسرائيل بشكل أساسي للقيام بأعمالها ضد الفلسطينيين خاصة العسكرية، وما شاهدناه خلال السنوات الماضية في إيران في قطاع غزة، جزء منه في مواجهة السياسة الإيرانية وجزء منه في أيضا نتيجة الدعم الإيراني لبعض المجموعات الفلسطينية أو الأحزاب الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى ما قاله الدكتور محمود الهباش فيما يتعلق بمحاولة إيران بشكل دائم لمنافسة منظمة التحرير في الأراضي الفلسطينية من خلال حركتي حماس والجهاد الإسلامي التي نظرت إليها منذ عام 87. قبل ذلك كانت تحاول طمس منظمة التحرير في لبنان، والحرب حرب أمل على المخيمات في لبنان في 85 و86، وما شاهدناه من مذابح ومجازر في ضد الشعب الفلسطيني اليوم نشاهده بشكل آخر سياسيا وماديا لأطراف فلسطينية لتفريق الفلسطينيين، ومحاولة ل يعني الحديث حول شعار القدس باعتباره هو الذي يقوم بمنافسة الأطراف العربية أو الإقليمية الأخرى التي تقدم دعما جوهريا وملموسا للفلسطينيين، سواء لدعم منظمة التحرير بشكل مباشر أو لدعم الشعب الفلسطيني من خلال تقديمها المساعدات فيما يتعلق بالإسكانات التي قيمت ما بعد الحرب 2007 وكذلك في حرب 2014، أو في تقديم مساعدات للجامعات الفلسطينية بشكل دائم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وكذلك لمنح الفلسطيني القدرة والفرصة للتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم دكتور هباش، منذ بداية الثورة مثلا الخميني كان يقول أن تحرير القدس يمر عبر كربلاء، بمعنى أنه يحتل المناطق العربية كاملة حتى يصل إلى القدس. أيضا الآن شعارات الحوثيين نفس الطريقة، لنصر القدس لابد أن نجتاح الكثير من المناطق. ألا تستغل إيران القضية الفلسطينية لجانب توسع سياسي وهيمنة في المنطقة، وهي بذلك فقط ترفع القضية الفلسطينية لهذا الهدف وتوجهاتها السياسية العدائية تجاه الدول العربية تحديدا؟ يعني هذه الشعارات التي دأبت إيران حتى منذ عهد الخميني كما تفضلت على رفعها القدس ويوم القدس العالمي والطريق إلى القدس عبر كربلاء والطريق إلى القدس عبر هنا أو هناك، هذه الشعارات لم يعد لها رصيد من القبول لدى الشعب الفلسطيني على وجه التحديد. الشعب الفلسطيني لا يريد أن يسمع شعارات، الشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع، الشعارات لا تفتح طريق للفلسطينيين، الشعارات لا تبني بيت، الشعارات لا تحمي مزرعة، الشعارات لا تقاوم الاحتلال. الذين يتحدثون عن القدس، وعلى سبيل المثال لما بتكلموا عن يوم القدس العالمي، أنا بدي أسأل يعني سؤال، وربما هذا السؤال مطروح لدى أو في وعي كل فلسطيني وفي عقل كل فلسطيني، ماذا قدمت إيران للقدس
على مدى 30 سنة. نعم. ماذا قدمت؟ نعم. سؤال مشروع، سؤال بسيط. نعم. ماذا قدمت إيران منذ عام 1979 إلى اليوم لمدينة القدس؟ الإجابة صفر، لا شيء، لم تقدم شيئا على الإطلاق، أكثر من أنه شوية مسيرات وشوية شعارات وفيلق القدس وجيش القدس ومش عارف إيش، وهذا وكلها شعارات لا تجد لها أي معنى واقعي، لا تجد لها أي أثر على حياة الفلسطينيين في القدس. في 300 ألف فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر في مدينة القدس المحتلة. ماذا قدمت لهم إيران؟ تستطيع أن تسأل أي فلسطيني في القدس، هل شعرت يوما بأن إيران تقف معك في مدينة القدس؟ هل شعرت يوما بأن إيران قدمت شيئا في مدينة القدس؟ إيران لم تقدم، إيران التي ترفض إلى الآن ترفض وتتشنج بشكل عجيب عندما نطلق اسم الخليج العربي على الخليج. يمكن أن تقف مع العرب المسلمين الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس؟ إيران لم تقدم لقضية القدس ولا حتى للقضية الفلسطينية كلها كقضية، ربما قدمت لأطراف، ربما ساعدت أطراف من أجل الانقضاض على أطراف أخرى ومن أجل تقويتهم في مقابل أطراف أخرى لتمزيق الصف الفلسطيني، لكن على أرض الواقع ماذا قدمت للقدس؟ ماذا قدمت للمسجد الأقصى المبارك؟ ماذا قدمت لأهل القدس، ل 300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس داخل أسوار الفصل العنصري داخل مدينة القدس؟ ماذا قدمت لهم؟ الإجابة، وأنا كفلسطيني أقولها وفلسطيني مطلع على ما يجري في مدينة القدس بشكل حثيث، ما قدمته إيران لمدينة القدس صفر، ما قدمته إيران للمسجد الأقصى صفر، ما قدمته إيران لأهل القدس صفر، فماذا ننتظر بعد ذلك؟ فقط مجرد شعارات؟ نعم. وفي نفس الوقت تستغل النظام الإيراني هذه الشعارات للتشويش على المواقف العربية والمواقف الفلسطينية الرسمية. وكم من مرة وقف مرشد الثورة الإيرانية ليهاجم القيادة الفلسطينية؟ كم من مرة هاجموا الرئيس الشهيد ياسر عرفات؟ صحيح. كم من مرة تهجموا وتطاولوا على الرئيس محمود عباس؟ نعم. كم من مرة تطاولوا على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الفصائل الفلسطينية المنضوية داخل منظمة التحرير الفلسطينية؟ نعم. لصالح أجندة إيرانية توسعية. نعم. لا تريد خيرا لا بالقضية الفلسطينية ولا بالقضايا العربية. نعم. أستاذ جهاد، وباختصار إذا سمحت لي، تحدث الدكتور هباش عن قضية الشعارات، ونجد أن الإعلام الإيراني دائما ما يردد الشعارات والدفاع عن القدس كما تحدثتم أيضا والدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن هل وأيضا شعارات العداء لإسرائيل وأنها سوف تزيل إسرائيل من الخارطة، لكن هل الواقع أن هناك عداء حقيقي بين إسرائيل وإيران في هذا الوقت تحديدا وفي زمن ما يسمى بالدولة الخمينية؟ وهل هناك مشتركات بين إيران وإسرائيل فيما يتعلق بأطماعهم في الوطن العربي الكبير؟ من الناحية الصوتية نعم هناك عداء كبير لإسرائيل من ناحية إيران، لكن عمليا هناك تحالف أو شبه تحالف، وإن كان يعني مكتوب أو غير مكتوب. نعم. كل ما تقوم به إيران لا يساعد الفلسطينيين عمليا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. في مدينة القدس كما ذكر الدكتور الهباش لا يوجد أي دعم إيراني لصمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وهي الشعار الأكبر بالنسبة لإيران، وهذا يعني أنها لا تقوم بعملية جادة لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة للأطماع بالتأكيد هما الاثنان يتلاقان بما يتعلق بالأهداف السياسية، بمعنى آخر إسرائيل تريد العالم العربي ضعيفا وإيران تريد العالم العربي ضعيفا، إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية وإيران لا تريد دولة فلسطينية. نعم. وبالتالي الأهداف الرئيسية أو البعيدة المدى هما يتفقان، على الرغم من الحملات الإعلامية التي يقوم بها الطرفان. شاهدنا نتنياهو كيف تحدث عن القنبلة النووية الإيرانية وضرورة ضرب إيران، لكنه نعم. عمليا لم يقوم بذلك. نعم. وهو لا يريد أن يقوم بذلك، إنما يريد أن يأخذ بعض المساعدات الأمريكية أو تدعيم موقفه فيما إيران لن يمسها أي شيء. كذلك نعم. الصواريخ
بعيدة المدى ومتوسط المدى لم نرها، أو لم نرى هذه الصواريخ لتدك إسرائيل على سبيل المثال، وإنما تكديس هذا السلاح والحديث حول شعار أنه موجود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي أو إسرائيل. لذلك الحديث اليوم هي عبر شعارات وصراخ هذه الشعارات دون أن يكون هناك أي عمل جدي لمواجهة إسرائيل، إنما عمليا هناك تحالف مخفي ما بين إسرائيل والحكومة الإيرانية منذ ليس فقط منذ عام 79، إنما قبل ذلك كان هناك تحالفا استراتيجيا ما بين الشاه وما بين اسمح لي إسرائيل. وأعتقد أن أستاذ جهاد الثورة الإيرانية جاءت لاستكمال هذا التحالف الاستراتيجي، لكن بطريقة مختلفة، صوتيا مناهضة لإسرائيل، وعمليا هي تتحالف معها. وإيران والهدف العربي هي أحد المعالم الرئيسية للمساعدة أو للعلاقة. لم يبقى معي المزيد من الوقت أستاذ جهاد، واعذرني على ذلك. الدكتور محمد الهباش، قاضي القضاء ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، وأيضا المحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب، شكرا لكما. إلى هنا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى تقرير حول رصد لأبرز التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني، نتابع ثم نعود. القضية الفلسطينية ملف تستغله إيران لأهدافها التوسعية والهيمنية ونشر الطائفية، فهل حان الوقت ليقول الفلسطينيون لإيران كفى تدخل في شأننا الداخلي وسوف نحل ملفاتنا وقضايانا بعيدا عن مشاريعك السياسية؟ لهنا مشاهدينا الكرام نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، لا تنسوا متابعة حساب البرنامج على تويتر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.